أن يلجأ الأهلي كالعادة مرة تانية وتالتة وربما عشرة إلى الجهات القضائية أو القانونية في بلاغ جديد وجديد تاني وتالت ورابع، وهنعرف إلى متى وماذا بعد. لكن معنا على الهاتف المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، مساء الخير على حضرتك والمهندس عدلي وكل مشاهدينك الكرام، وألف مبروك الدوري. مبروك لحضراتكم ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. وفي كل الأحوال ما حدش يقدر يسرق فرحة النادي الأهلي، لأن هذه الفرحة ملك الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي، ملك الجماهير، فبالتالي ما حدش يقدر يسرقها. طيب أستاذ محمد، ما حدث مجددا من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي، حضرتك سيتم التعامل معاه قانونيا؟ بالفعل انا كلفت من مجلس الاداره ومجلس بالاجماع بتقديم بلاغ جديد للنائب العام عن تجاوزات واساءات واكاذيب صدرت من رئيس نادي الزمالك في برنامج فضائي بالامس، وتضمنت هذه العبارات اساءه للنادي الاهلي والجماهير والمجلس ادارته، وعبارات يعاقب عليها القانون. وبالتالي احنا خلال ساعات سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك ازاء هذه التجاوزات التي صدرت منه بالامس. طيب الامر بيتعلق الحقيقه استاذ محمد، قبل كده رئيس نادي الزمالك رفع عده بلاغات او قدم عده بلاغات ضد النادي الاهلي، لعل اخرها وقدامي اهو الورق الاخير بقرار الحفظ من النيابه العامه في القضيه رقم 299 ل 2019، شكوى مرتضى احمد منصور ضد النادي الاهلي وحفظ في 19/5/2019، يعني تقريبا من حوالي شهرين. هذا البلاغ كان مقدمه مرتضى منصور ضد مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل فردا فردا، والنيابه حفظته بعد ان رات الا وجه لاقامه الدعوه. ده مرتبط بالحملة الشعواء اللي استمرت حوالي أكثر من سنة ونص على مجلس إدارة النادي الأهلي، حفلت بكثير من الأكاذيب والأضاليل والعبارات المضللة، وإن هذا الحفظ اللي حضرتك أشرت إليه هو في الحقيقة هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية في بعض هذه البلاغات، وده يدل ان البلاغات دي كلها بلاغات كيديه وكاذبه ولا اساس لها من الصحه. وعايز اقول لحضرتك البلاغات اللي مقدمها مرتضى منصور ضد مجلس اداره النادي الاهلي يتجاوز ال 30 او ال 40 بلاغ، جميعهم جاري التعامل معهم. 30 او 40 بلاغ؟ 30 او 40 بلاغ. وهي ذات ايضا ذات البلاغ دي ذات البلاغات بتتضمن ايضا هي ذات بلاغ السيد تركي آل شيخ، يعني هي ذات التفاصيل اللي احنا واثقين في سلامه موقفنا القانوني وان جميع اجراءاتنا القانونيه سليمه، وان كل ما اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي في هذه الامور سليم وصحيح تماما. وبعض الجهات طبعا حضرتك عارف ان وزاره الشباب قالت رايها في ده ايه؟ بعد ما الاهلي هو اللي طلب من وزاره الشباب، ده الاهلي قدم في نفسه بلاغ، تعالوا حققوا معايا عشان الشفافيه، ثقه في الموقف، مش انا استخبى في موقف قانوني يعني بيغطيني. اتفضل. هذا الشان ما زالت بعض الامور امام جهه قضائيه، فانا مش هتكلم في تفاصيل جهات قضائيه، فانا مش هتكلم في تفاصيل اكتر، لكن انا بطمن الناس سلامه مركزنا القانوني، وان كل البلاغات اللي قدمها مرتضى ان شاء الله سيكون مقالها الى الحفظ، لانها بلاغات كاذبه وكيديه ولا تستند الى اي حقائق. طيب تفسيرك ايه يا استاذ محمد؟ ما سمعتش تفسير حضرتك ايه لهذه الـ يعني انت بتقدم بلاغات، النيابه بتحفظ هذه البلاغات وترى ان لا وجه للدعوه فيها، ومع هذا تستمر المحاولات التشويه اعلاميا، رغم انك انت المفترض قرار النيابه العامه يخرس كل الالسنه المدعيه. شوف، هو كل هذه البلاغات لم تاتي بجديد، لان هي زي كما سبق واشرت هي ترديد لذات بلاغ السيد تركي الشيخ اللي ما زال بعضها قيد التحقيقات وبعضها تم حبسه، واني
لا يخفى على احد ان هذه الامور كلها بتاتي في سياق ان مرتضى منصور كان مدفوعا في هذه الحمله من اخرين، لان هذا السلوك لا علاقه له بالرياضه ولا خلاف رياضي، ولا ارى دافع ولا سبب حقيقي لان تكون الحمله شعواء بهذا الشكل ممتده لمده سنتين. ولا علاقه لنادي الزمالك كنادي مع النادي الاهلي في طرف الصراع. يا باشمهندس، نادي الزمالك ده ككيان له كل الاحترام والتقدير، وجمهور الزمالك لهم كل الاحترام والتقدير. هذه القضيه فيها نوع من خلط الاوراق، انه بيستخدم ويستغل هذه الصفه، صفه رئيس نادي الزمالك، لخوض معارك فيها جزء شخصي وجزء لا علاقه له لا من قريب ولا من بعيد، لا بنادي الزمالك ولا بالرياضه. وبالتالي حضرتك بكره او خلال ساعات زي ما حضرتك اشرت في بلاغات جديده. بالطبع، بالوقائع اللي حدثت بالامس احنا جاري اعداد بلاغ وسيتم تقديمه خلال ساعات، وايضا سنتقدم بشكوى للاستاذ المحترم مكرم محمد احمد مجلس الاعلى للاعلام فيما يخص طبعا ان قناه المحور بتستخدم، وطبعا للاسف قناه المحور دي من القنوات اللي احنا كلنا بنعتز بيها باعتبارها انها قناه فضائيه عريقه، لكن انا بتعجب ان تستخدم هذه القناه العريقه كمنصه للسباب وللشتائم وللاساءه لكل الناس. يعني لك ان تتخيل المداخله بتاعت امبارح ديت اتشتم فيها 30 شخصيه، ال 30 شخصية دي كلها شخصيات عامة وكلها رموز في المجتمع. ده هي كانت مداخلة الصفافير، يعني كلمة صفارة. نعم. كلمة صفارة، كلمة صفارة، كلها صفافير، يعني لأن الألفاظ الظاهر التيت تيت تيت يعني في أثناء المداخلة كان في صفارة تيجي مكان واضح إن كان في تجاوز فبيضطر يقفل الصوت. طبعا تجاوز واساءات وشتائم، حتى هذه التجاوزات نالت المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نفسه. يعني سبق للمجلس انه اصدر عده قرارات ضد هذه التجاوزات، وده واجبه على فكره. لا وشركه الامتلاك الاعلامي، وشركه من الشركات العملاقه اللي هي يعني منتسبه الى قدر كبير للدولة برضو نالها من الحب جانب لمجرد انها بترعى النادي الاهلي. طبعا هذه الشكوى للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام طبعا احنا بنتقدم بيها، لاني البرنامج بيتضمن طبعا عبارات سباب وتهديد وعيد وإساءة لشخصيات عامة ورموز رياضية، والكلام ده طبعا 30 شخصية الجماهير وبيحط على الفتنة بين الجماهير، وأيضا عبارات فيها نوع من التمييز ومن يعني شيء مؤسف اللي بيحصل دوت، وعلى الدولة أن تتدخل لإيقاف هذه يعني ما يحدث. طيب يعني حضرتك لما بتقول 30 شخصية ده حصر ولا مثال؟ لا أنا بقول تقريبا، يعني أنا يعني ممكن أذكر منهم 10 أو 15، إن أنا عدد كبير اتشتم في هذه المداخلة بلا سبب لمجرد إنه بيختلف معاهم، ومحدش منهم عمل حاجة لحد، يعني محدش عمل حاجة لحد بما فيهم النادي الأهلي، يعني غير إنه كان بيكسب بس. ما عشان كده بقول لحضرتك إن هذه الحملات هي الجزء الأساسي فيها هو بعد شخصي بعيدا عن الرياضة. كثيرا ممن تم تناولهم لان بعضهم قال وجهه نظر تخالف رايه او تخالف وجهه نظره، فخلاص هو كل من يختلف معه هو عنده التهم جاهزه ومعلبه، وتقريبا الناس كلها حافظت التهم اللي بيكلها لخصومه. طيب بلاغ جديد يدفعني للسؤال، وماذا عن القديم؟ بقيه البلاغات اللي سابق تقديمها. القديم احنا عندنا بلاغين، النيابه العامه في شمال الجيزه حققتهم بحرفيه وبمهنيه شديده، واحدهم في طريقه لمجلس النواب لمخاطبه المجلس لرفع الحصانه، وننتظر راي المجلس حال وصول هذه الاوراق اليه. والبلاغ الثاني ما زال في النيابه قيد التحقيق، واستاذ ابراهيم يا باشمهندس منذ بدأت هذه الحملة النادي الأهلي لم ينزلق إلى هذا المستوى ولم يتردى
ولم يسيء لأحد ولم يرد بالمثل، إنما لجأ إلى الطريق الذي رسمه القانون، لأن إحنا بنحترم الدولة وبنحترم مؤسساتها قولا وعملا. وعملا ما ينفعش أقول بحترم الدولة وثم أكترئ على محارم القانون. ما ينفعش أقول أنا بحترم الدولة وبحترم مؤسسات الدولة أو أنا بنتمي لمؤسسة محترمة زي البرلمانات للبرلمان ثم ترتكب هذه التجاوزات بهذا الشكل على مرأى ومسمع من الملايين يوميا. صحيح. فبالتالي الـ 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 آخر البلاغات تم تحقيقها وفي طريقها لمجلس النواب لطلب رفع الحصانة بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني لعل وجود حضرتك معنا على التليفون وانت قامة قانونية كبيرة يا أستاذ محمد يخلينا أستدعي موقف تاريخي في حدث في مجلس الأمة الكويتي. وأنا هنا لما بقول مجلس الأمة الكويتي بقول على سبيل الاستشهاد، لأنه الحقيقة مصر عرفت الحياة النيابية يا باشمهندس من 160 سنة. مجلس شورى النواب في مصر يا جماعة صدر به مرسوم من الخديوي إسماعيل في 1866. مصر دولة تمارس سيادة القانون وتمارس الحياة الديمقراطية السليمة من 160 سنة. وعشان كده القانون في مصر له قداسة مختلفة. عشان كده قيمة مصر، قيمة مصر ديمقراطياً، قدرة مصر على فرض سيادة القانون، قدرة مصر على ممارسة نيابية ناضجة ومحترمة، لا شديدة العراقة. لكن محتاجين نستشهد بموقف في تجربة ديمقراطية رائعة في المنطقة العربية في دولة الكويت الشقيق. رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم في واحدة اختصمته، انت قلتها اظن في حلقه يعني بتفكر الناس انت بس. هنشوف، شوفوا رئيس مجلس الامه الكويتي عمل ايه لما في واحده مواطنه طلبت رفع الحصانه عنه عشان تشتكيه. هل قاوح ولا تجدر بالحصانه ولا زعق وصوت وقال مش ممتثل ولا اتهم مين؟ نشوف الموقف. جلسة عادية لمجلس الأمة خطفت الأنظار إلى مجرياتها، حيث نوقش في قاعة عبد الله السالم اليوم طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في القضية المرفوعة من النائب صفاء الهاشم، الغانم الذي ترجل من على كرسي الرئاسة ليتحدث معارضا لتقرير اللجنة التشريعية التي أوصت بعدم رفع الحصانة عنه. قال إن القضية ليست كيدية ولن تمنعه من أداء عمله كرئيس للمجلس، داعيا النواب إلى رفع الحصانة عنه. كلمة الغانم دفعت بمقدمة الدعوة إلى الإعلان عن نيتها التنازل عن شكواها. كذلك فعل الرئيس الغانم معلنا التنازل أيضا عن قضاياه المقدمة بحق الهاشم. الشاكية أو المدعي الأخت صفاء الهاشم هي تعتقد بأنه تم الإساءة أو أخطأت بحقها، وهذا حقها، واللجوء للقضاء حق دستوري أصيل لها. أنا المدعي عليه أعتقد بأنني لم أخطئ، وأعتقد بيان. بس أخوي مرزوق أنت موافق على التقرير ولا مو موافق على التقرير؟ أنا مو موافق على التقرير. نعم. غير موافق على التقرير، لكن بتكلم في البداية قبل الله يتكلمون متحدثين، لأن قد يكفي هذا الكلام الجميع عن الحديث. أنا أعتقد باختصار وببساطة الأخ الرئيس، أطلب من أخواني وزملائي النواب، بل أترجاهم، أن ترفع الحصانة عني وأن نمكن الأخت صفاء من اللجوء للقضاء. هي تروح القضاء وتقول كلمتها، وأنا أروح القضاء وأقول كلمتي، والكلمة والقول الفصل لقضائنا الشامخ. ليش نخاف من القضاء؟ هو الأسلوب المتحضر في كل الدول الديمقراطية. وبعدين اللجوء للقضاء ما هو عيب وحق. أنا حقيقة إخواني وأعزائي النواب فعلا يعني أطلب منكم وأترجاكم أن ترفعوا عني الحصانة، لأني من 2006 حتى اليوم لم أتمترس وراء الحصانة النيابية في كل القضايا. فأنا أعتقد، أني لم أخطئ، حق لي. الأخت صفاء تعتقد بأني أخطأت، أيضا حق لها. في الدول الديمقراطية، في الدول اللي عندها دستور، في الدول اللي فيها نصوص تحترم، القول الفصل يكون ليس في قاعة عبد الله السالم، يكون عند القضاء. الشكوى بحقي أنا أقول لكم ما منعت أداء عملي في المجلس،
أنا وفقا للائحة أنا المشكو بحقه أقول إن شكوى الأخت صفاء لم تمنع عملي في المجلس، وبالتالي ليش ما أرفع الحصانة؟ وأيضا أحترم وجهة نظر الكثير من الأخوان اللي يقولون لا يا أبو علي أنت رئيس المجلس، أنا أقول بل بالعكس، لأني رئيسا للمجلس يجب أن ترفع عني الحصانة، لأني أريد أن أثبت للجميع، مو بس أنا أثبت، مجلس الأمة يثبت للجميع أن احنا في دولة ديمقراطية راقية، لا أحد ينفذ من طائلة القانون، حتى رئيس مجلس الأمة إن أخطأ يحاسب ويتحمل مسؤولية خطأه، وإن كان بريء تبرأ ساحته في القضاء وليس في قاعة عبد الله السالم كما نص على ذلك المشرع. أنا أطلب منكم رفع الحصانة حتى نكون قدوة ومثل للجميع، أنا أطلب منكم رفع الحصانة حتى نرسل رسالة للجميع داخل وخارج الكويت إن احنا دولة ديمقراطية، دولة دستورية، لا يمكن أن نقبل بظلم أي أحد. أنا أطلب منكم رفع الحصانة حتى نثبت أن الناس سواسية كأسنان المشط، ما في رئيس مجلس أمة وما في مواطن عادي، الرجل الثاني الرجل الثالث بالدولة هذا لا يعفيه إن أخطأ، والقضاء هو من يقرر ذلك. وأنا سأكون موجود وراح أصوت، ما راح أمتنع في هذه القضية تحديدا لأنها تخصني، راح أصوت ولا أقبل على كائن من كان يعتقد بأني أخطأت بحقه من أن يلجأ للقضاء لينصفه. فأنا أرجوكم أن يعني أن لا يغلف الموضوع بأن نحن نريد أن نحافظ على المجلس وبالتالي لا يجوز رفع الحصانة عن رئيس المجلس. لا، عدم رفع الحصانة عني لا يكون فيه ظلم على الأخت الشاكية فقط، وإنما سيكون فيه ظلم علي. ومثل ما قلت في البداية أختم بأن نذهب للقضاء، تقول هي كلمتها وأنا أقول كلمتي، والقول الفصل للقضاء العادل. وأشكر الجميع على حسن الإنصات والإصغاء، وأرد أرجوكم أرجوكم أن ترفعوا الحصانة عني وتمكنوني من القضاء. شكرا. ما فيش كلام يتقال بعد اللي سمعناه ده، لأن هو ده كبد الـ 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 أو جوهر الموضوعية وجوهر أن يقف الجميع متساويين في الحقوق. الحصانة ليها مجالها بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب أن تحصنهم من التنكيل بهم نظرا لمواقفهم، من السلطة التنفيذية فقط. أما أستاذ محمد عثمان على التليفون معانا لسه، أستاذ محمد عثمان. أستاذ محمد، بس أنا كنت عايز معاك يا أستاذ إبراهيم. طيب المهندس عادل هيكمل جملته، وتفضل تفضل. يعني أنا هو ده، هو قال جملة مهمة جدا عايزين نتوقف عندها، ليس هذا حق الأخت التي طلبت أن تلجأ للقانون وترفع الحصانة ومش عايزة تتظلم، وأنا كمان حيقع عليها ظلم إذا لم ترفعوا عني الحصانة، لأن حيتصور الناس أنني مخطئ وأتحصن بالحصانة. هو ده موقف الحقيقة تاريخي يا أستاذ محمد عثمان. طبعا بالطبع ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب أن يطلب رفع الحصانة عن نفسه، أولا هو سلوك راقي وسلوك محترم، بيحترم نفسه بيحترم المؤسسة التي ينتمي إليها، وفي الحقيقة هي دي أخلاق وسلوك الفرسان. هو واثق في موقفه، هيخاف من إيه؟ هذا الرجل أولا واثق من موقفه، الأمر الثاني بقى أنه بيحترم القضاء، إن متى طلب القضاء بيمثل أمام القضاء. أما أن أرتكب جرائم وألتحف وأتستر في الحصانة، لا، ليست هذه هي الفلسفة التي أعجبها. مفيش تكافؤ فرص هنا، الحصانة أو الحماية البرلمانية. يعني ما فيهاش تكافؤ الفرص. هو قال جملة، أستطيع أن تسبوني ولا أستطيع أن أرد عليه. هو قال جملة أستاذ محمد، قال يعني عدم رفع الحصانة مش بس فيه ظلم للمواطنة الشاكية، أيوة، فيه ظلم لمجلس النواب وللمجتمع كله، لأنه بيرسخ لمبدأ أن هناك من هم فوق القانون. قال حتى القضية مش مين الرجل الثاني ولا مين الرجل الثالث، في النهاية الكل يجب أن يكون أمام القانون سواسية. والأصل مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية منتخبة من الشعب، بتعبر عن الشعب وبتمثل الشعب بتمثيل حقيقي، وقيمة هذه المؤسسات وقوتها بتستمد من أدائها، بمعنى أن البرلمان
ارتاع ان هناك كيديه حق ان هو يرفض رفع الحصانه، اما ما دون ذلك حال ارتكاب جرائم جنائيه او اساءات للاخرين او سب او قصف الحصانه لم تشرع من اجل هذا. وبرضه ايضا مره اخرى احنا بنثق في الدكتور علي عبد العال وبنتمنى له كل الاحترام والتقدير. والراي العام المصري بينتظر موقف البرلمان المصري من هذه القضيه، لان هذه القضيه ارتكبت على مرأى ومسمع من الملايين. استاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي والمحامي الكبير ونقيب محامي شرق القاهره السابق، شكرا جزيلا لحضرتك.